بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا. نحن في فندق أنانتايا، نصور غرفة من نوع ديلوكس. غرف الديلوكس كلها غرف تقع في الدور الأول والدور الثاني. طبعا هي غرف واسعة جدا، والفندق ممتاز جدا وخدماته كويسة جدا جدا. يعتبر فندق 4 نجوم، وحاليا ممكن يصنفوه فندق 5 نجوم. هذه هي الغرفة، تسع لشخصين، وأيضا موجود سرير صغير إضافي للأطفال. هذا التلفزيون، هذه الغرفة، سرير كبير ممتاز جدا. تشاهدون هنا السرير، غرفة من نوع ديلاكس في فندق أنانتايا نيجومبو سريلانكا، تصوير شركة المحيط للسياحة. هذه هي الغرفة من نوع ديلاكس في فندق أنانتايا نيجومبو. هذا الحمام كبير جدا، جاكوزي أيضا في الحمام، ما شاء الله الفندق حلو جدا. هذا هي المغسلة، الباث، وهذا هو الشطاط أو الشطاف. فندق أنانتايا نيجومبو سريلانكا، غرفة من نوع ديلكس تتسع لشخصين، وقف تصوير شركة المحيط للسياحة. هذه هي الصالة كما تشاهدون، كبيرة ما شاء الله وكبيرة ممتازة، صالة جلوس. هذه أيضا ملحقات الصالة، هناك الدولاب كما تشاهدون، وهذا تصوير خلفي للغرفة من نوع ديلكس في فندق أنانتايا نيجومبو.